سلام المسيح. ثلاثة كهنة راحوا على جزيرة حتى يلتقوا بقديسين خبروهم عنهم. لما قالوا لهم الكهنة إنه نحن جينا لحتى نشوف القديسين، ردوا عليهم وقالوا لهم وين؟ تواضع الرب اللي موجود بقلبهم دفعهم إنه يقولوا إنه نحن هون لوحدنا، ما في قديسين. وبيخبروهم إنه مرة بالسنة بيجي لعندهم كاهن بعرفهم وبنورهم، وخلال النهار بيسألون الكهنة لهودي الثلاثة كيف تصلوا؟ قالوا لهم نحن منتواصل مع الرب، مش حافظين صلاة ولا تعلمنا ولا منعرف نقرأ، اللي منعرفه بس إنه بالسماء في ثالوث القدوس إله واحد، الله الآب والله الابن والله الروح القدس. منصلي بإيدنا عوجنا، منركع ومنقول له يا رب ارحمنا. بيعارضوهم الكهنة وبقولوا لهم الصلاة اللي لازم دايما ترددوها هي أبانا الذي في السماوات، وبيطلبوا هودي الثلاثة من الكهنة إنه يعلمون كيف بيصلوا أبانا الذي، وبفلوا على سفينتهم. يتفاجأ فيهم الكاهن بلاقيهم راكدين على وجه المي عم يطلبوا منه يعدلن صلاة الأبانا لأنه نسيوها. صار يحكي مع حاله ويقول أنا إلي 50 سنة راهب واقف عم بخدم أمام المائدة المقدسة قدام الله لابس نعمة الكهنوت، وبعرف غيبا كل الصلوات، بس إني أمشي على المي ما بقدر أبدا. وانتو بس بتقولوا رحمنا يا رب، وبتملكوا قلوب طاهرة نقية، وبقلن روحوا بنعمة الله رجعوا على جزيرتكم المقدسة وصلوا الصلاة اللي انتو بتعرفوها. اخواتي خلونا ناخد عبرة من هيدي القصة، بس بدنا نصلي ما نكتر الكلام بالصلاة. قوة الصلاة اخواتي ما بتكون بكترة الكلام، بتكون ببساطة الروح ونقاوة القلب. مطرح ما في البساطة والتواضع هونيك في الملائكة.